واحد. كيف أبدأ؟ هذا علامة الآد، هذه علامة النيو، هذا النيو، هذه العلامة. إذا أريد أنشئ نظام جديد فأضغط نيو، أو إذا عندي أنا بالأصل ملف أصلاً أنا مسويه في حاسبة معينة، ممكن أخذ كوبي بيست وأعمل له آد يشتغل مباشرة بدون ضياع للوقت. الآن راح نجرب النيو. هنا تعطينا مثلا نكتب وين، هنا يعطيك مكان حتى تخزن بي، هنا معطيك هو السي، احنا ما راح نخليه بالسي، راح نختار مكان ثاني اللي هو هذا، عندنا سي، عندنا دي، عندنا الاي. احنا راح نخصص الاي للأنظمة الوهمية اي كابيتال، مجرد تغير فقط هذه السي الى اي كابيتال راح ياخذ هذا كل العنوان. طبعا هنا التايبو اوتوماتيكيا عمل لك اياه مايكروسوفت ويندوز، ان انا ويندوز 64 بت، كانت تسوي 32 او تريد 64 فرق. يعني مثلا اذا الحاسبه مالتك هي 64 ممكن تعمل 32، لان بعض البرامج ما يتواجد بها ال 32، ما يتواجد بها ال 64 فقط 32. بما انه انت عندك النظام العام اللي هو 64 اختار 32 ونصبه حتى يفيدك هذا النظام، لعله إذا برنامج ما اشتغل عندك في 64 ممكن تفتح هذا النظام الوهمي وتشتغل ب 32. هذه واحدة من فوائد النظام الوهمي. راح نعطيه next. هنا نختار الميموري، هنا معطيه هو 1 جيجا اللي 1024، احنا نكبره نعطيه 2 جيجا 248، رام 2 جيجا. next. هنا راح نعطيه create visual hard disk now. create VDI. next. dynamic. next. خصص له مثلا نخصص له 20 جيجا. 20 جيجا بايت راح يخزن بهذا الشكل. شوفوا هذا هو الامتداد. نعطيه كرييت، خلصت الخطوة الأولى. الآن نعمل ستارت. ننتظر إلى أن يحمل واجهة النظام الوهمي. هنا أعطانا رسالة empty، لازم تختار مكان متواجد به الملف. احنا وضعناه على سطح المكتب على الديسكتوب، نختار من عنده ويندوز 7. هذه open. الآن نعطي تشوز اختيار، خلاص هذا ويندوز اي اس او 2.86 جيجا بايت، نعطي ستارت. بالضبط الآن إذا أنت عندك النظام الأصلي، إذا عندك نظام أصلي، أكبر لك النافذة تكون أوضح. لو عندك نظام أصلي بالضبط أنه أنت الآن ضغطت F2 أو F12 أو ضغطت ديليت بعض أنواع الحاسبات إلى أن وصلت إلى هذه الخطوة، بالضبط هي نفس الخطوات أو
نفس عملية الفورمات. الآن أنت بإمكانك تختار لغة، هذه هي لغة التنصيب، هذه هي لغة الـ time، الوقت. احنا نخليها ديفولت، وبعدين اذا ردنا نغير بامكاننا نغير. راح نعطي next install now. العشرين جيجا اللي خصصناها بمثابة الهارد، يعتبرها الهارد خاص بي، ويبدي ينصب عليها النظام. الآن يطلب من عندنا activation I don't have key. الآن عندك أكثر من نوع، اللي هو Windows 10 Home، Home N، Home Single Language، Education، Pro، إلى آخره من الأنظمة. طبعاً كل الأنظمة اللي هي 86، 86 معناته 32. 86 إذا شفت 86 هو نفسيته 32. احنا راح نختار البرو، نضغط نيكست. سبت موافقا نيكست. هنا لو عندك ابجريد، لو تريد ترقي النظام مالتك بامكانك ترقي، او تريد انستول ما اتفقنا انه ال 20 جيجا اللي خصصناها تعتبر الهارد للويندوز. الان هذه العمليه جدا مهمه، انه اذا انت عندك هذا الهارد لازم يكون التقسيم مالته متوازن. يعني شلون متوازن؟ يعني مثلا السي اضع له كميه او حجم مناسب حيث ما تقل عن ال 20 جيجا بايت. فالآن بما انه احنا عندنا اصلا 20 جيجا بايت، فهذا راح تركه كل نظام. اعطي ابلاي. انت بامكانك طبعا تسوي اكثر من درايف. بامكانك تعطي مثلا اذا عندك انت الهارد مثلا 120 جيجا او 250 جيجا، بإمكانك تعطي مثلا 100 جيجا للنظام والبقية تقسمه إلى جزئين. الأفضل أنه تسوي هذه الطريقة، لأنه بعض الأحيان يتلف عندك النظام، يضرب عندك النظام، فأنت كل الأشياء، كل المستندات، كل الصور تحفظن على السي، تحفظن على الأجزاء البقية. هنا راح نعطي أبلاي. أوكي، وافق على كل الهارد، اعتبره جزء واحد. هذا الآن هذا الجزء الأول، هذا خاص بالنظام، ما له علاقة به. يعني مو تضغط على السيستم وتروح تقول له نيكست حتى ينصب لك النظام، هذا الشيء خطأ. فنروح على الثاني، نبدي نعطي next. تشوف هذه الـ total size والـ free size مشابهات. total size والـ free size مشابهات. إذا شفتهم ما مشابهات معناته أكو بيانات سابقة. مثلا إذا أنت ضرب عندك النظام تبدي تريد تفرمت، لكن النظام القديم بيحتوي على الصور او يحتوي على مستندات انت تريدها، فالاحسن انه ما تعمل له فورمات ولا تعمل له ديليت. تنصب النظام الجديد على النظام القديم، بعدين
من يبدي يشتغل النظام تقدر توصل للصور مالتك او المستنداتك، تقدر تنقلهن لغير مكان او لفلاش ميموري، وبعد ذلك تقدر تمسح النظام القديم، لان النظام القديم راح تكون له ايقونه اسمها ويندوز اولد. الان راح نختار هذا البارتيشن، نعمل له نيكست. هذه الخطوات يكمل هذه الخطوات، طبعا هذا يستمر لمدة تقريبا ربع ساعة أو أكثر نصف ساعة تقريبا حسب موارد الحاسوب اللي عندك. يعني إذا عندك SSD الهارد، إذا SSD على سبيل المثال، أنا يعني هذا الهارد اللي عندي، الهارد اللي بالحاسوب اللي هو HDD يكون بطيء، حيث راويك راح تشوف الموارد. هذا هو التاسك مانجر، نشغل التاسك مانجر حتى تتأكد وتشوف الموارد اللي تشتغل. الموارد اللي أقصد بيها اللي هي الرام والبروسيسور وكارت الشاشة والهارد. نروح على الـ Performance، مثل ما نشوف، شوف الميموري وصل 85%. ليش وصل عندنا 85%؟ احنا الميموري عندنا 8 جيجا، الميموري عندنا 8 جيجا. خلينا نشوفها صورة أوسع. هذا هو الميموري. هنا دا يقرأ عندي 6، ماخذ 2 جيجا شيرينج ويا كارت الشاشة. أنا عندي بالأصل 8، لكن الآن يقرأ 6 لأن ماخذ 2 شيرينج مثل ما اتفقنا. أوكي، ليش هنا وصل عندي 83؟ المفروض يوصل عندي 50%، لأن هذا نظام وحده. النظام الأساسي يعني لو طفينا كل الأنشطة وكل البرامج، راح تشوف إنه الميموري ياخذ تقريبا 45 أو 50%. 45 أو 50% من 6 معناته ايش قد؟ معناته 3 جيجا. بعدين احنا اخذنا 2 جيجا الرام، اذا تتذكرون اخذنا 2 جيجا، اذا يوصل عندي الميموري 4.9 او 5 جيجا، 5 جيجا. لذلك انت لازم تحسب حسابك وتخلي الميموري، مثلا اذا عندك انت الرام 8، لازم تخلي الميموري. نانا بدأ يكمل التنصيب. نانا مثل ما تشوفون الهارد بدأ يكمل عمله، بدأ كان 100%. نانا مثل ما تشوفون الآن هذا من تكمل النقاط الثلاثة. بالبداية أول ما تبدأ تفرمت ما تخلي يكمل النقاط الثلاثة اللي مساع شفناها، قبل ما يكمل النقاط الثلاثة تضغط انتر حتى يوديك على الإعدادات اللي بالبداية شفناها. أما من يكمل، لا بعد ما لك علاقة به، إنه يكمل بين الثلاث نقاط حتى يحمل لك النظام.
نرجع للميموري، تشوف الميموري 4.9 بينما السي بي يو تقريبا 45% ويبدي ينزل. إذا كل الحاسبات إنه السي بي يو دائما يصنع، السي بي يو هو أعلى شيء، أعلى مقدار هو السي بي يو، بينما تشوف الهارد ديسك لو كان اس اس دي مو اتش دي دي، لو كان اس اس دي كان أقل من هذا المقدار، ولا كانت أداء الحاسبة أسرع بكثير. هنا تشوف الجي بي يو، هنا الجي بي يو بدأ يقرأ 12%، بدأ يساعد الميموري. هذه الموارد اللي دائما لازم تشيكها، بحيث من تختار الميموري على سبيل المثال لو انت عندك ميموري 4 جيجا، فالمفروض تختار مثلا جيجا ونص او جيجا و20 للنظام الوهمي، ما تقدر تشغل اكثر من نظام وهمي. بينما اذا انت عندك مثلا ميموري 16 او عندك ميموري 32 على سبيل المثال، لو عندك ميموري 32 وعندك الهارد اس اس دي، بامكانك تشغل اكثر من نظام تشغيل. تقدر تختار مثلا اكس بي او ويندوز 7 او ويندوز 10 حسب ما انت تريد تشتغل عليه. الان يبدي يكمل اذا هذه بالضبط نفس الخطوات اللي راح اطبقها كانت على فلاش ميموري او كانت على دي في دي او على نظام وهمي، هي نفس الخطوات. طبعا هذا الفيرجوال بوكس الاصدار الاخير، تشوفون الماوس، الماوس طبعا انت حر بها، بامكانك تظهر النظام الوهمي مع النظام الحقيقي. ما تشوف جدا واضح، هذا هو النظام الحقيقي، هذا هو النظام الوهمي. سابقا كان الماوس يبقى على النظام الوهمي فقط الى ان تضغط كنترول سي تخرج من عنده. الان مثل ما تشوفون بكل سهولة تقدر تتنقل بين النظام الوهمي والنظام الرئيسي. هذا هو النظام الرئيسي، هذا هو النظام الرئيسي اللي هو الويندوز اللي عندنا، هذا هو الويندوز. بالمناسبة اللي يبحث عن التنصيب الكالي لينكس، عندنا مسوين 4 دروس لتنصيب الكالي لينكس بكل تفاصيلها وبدون تقطيع، حتى يتمكن المستخدم من التنصيب بسهولة. ننتظر بعض الوقت لأن يكمل تقريبا، بدأ يكمل. الموضوع الرابع هو كيفية تعريف كل أجزاء الحاسوب والتغلب على كل مشاكل التعاريف من خلال روابط مضمونة. هنا عندنا طريقتين،
الطريقة الأولى اللي هي أونلاين، راح أترك لكم أيضا الرابط أسفل الفيديو. والطريقة الثانية عن طريق تحميل الملف أيضا، وبإمكانك خزن هذا الملف. هذا طبعا يحمل كل أنواع التعاريف، تقريبا 20 جيجا بايت، 19 بوينت something، تقريبا 20 جيجا بايت.
الآن من بعد ما وصلنا لهذه الخطوة هنا الريجن المنطقة مالتك منطقة حتى يضبط الوقت والتاريخ يضبطه بشكل صحيح. يعني أنت مثلا على سبيل المثال العراق A B C D E F G H I على سبيل المثال yes. يضبط لك التاريخ والوقت بشكل صحيح حتى ما يكون عندك مشاكل بالإنترنت. الآن الكيبورد تريده يو اس أو تريده عربيك مهم بإمكانك أنه تضيف لغة بعد أن تكمل بإمكانك تضيف لغة لن نضع الـ US Skip. عندنا درس خاص بالتطبيقات إقامة التطبيقات أو النصائح وجود كيفية إضافة لغة بعد عملية الفورمات. اختار اسم ثاني اختار باسورد. حقيقة ما أعرف أول مرة يعني تمر بي هذه فورم. سكيورتي فيرست نيم دوت السؤال الثاني اللي هو صديق العائلة أيضا كات. السؤال الثالث أيضا كات. لا تنسى طبعاً هاي الأسئلة وهذه الأشياء هي كلها لحمايتك لحماية الحساب مالتك. يعني الأفضل إنه يكون عندك جيميل وبدل ما تدخل الاسم والله حس accept بدل ما تدخل الاسم تدخل الجيميل وتدخل الباسورد مالته راح يكون النظام جداً قوي ما حد يقدر يخترقه. الآن كمل التنصيب. دائما حاولوا أنه تتعلمون أو تشاهدون فيديوهات من ناس اختصاص يكون أفضل تجربتهم أكثر تجربة علمية ما يأخذ فقط الدرس من الآخرين ويبدي يعمل درس ثاني. بعض الأحيان توجد أكثر من أخطاء لأنه الأشخاص هم أصلاً مو إمكانياتهم يعني مجرد أنه يشوف فيديو ويبدي هو يطبقه وينزله باليوتيوب. هنا لمن تطلع عندك هذه العبارة Don't turn off your PC ما يصير طفي الحاسب مالتك ممنوع طفي الحاسب أبد نهائيا ولازم توفر الكهرباء المستمرة خلال فترة الفرمة والتنصيب.
جدا مهم للجهاز. ننتظر بعض الدقائق. مثل ما تشوفون الآن كمل النظام، نظام جميل جدا. الآن عندنا بعض الأشياء اللي لازم نسويها، مثلا كيف نعمل الشاشة، هذه بعدين الأشياء نتعلمها. الآن الدرس مالتنا حتى يكون مفيد إنه كيف يتعلم فرمته والتنصيب بالصورة الصحيحة.